بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الهداف. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا بنقدم خالص التعازي في وفاه كابتن مصر والنادي الاسماعيلي الكابتن بشير عبد الصمد. نسال المولى عز وجل ان يرحمه وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون. بالتاكيد قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه بندعي لاخواتنا واهلنا في فلسطين الحبيبه، اللهم ثبتهم وانصرهم، اللهم ارحم الشهداء، اللهم أرنا عجائب قدرتك في حماية أهل فلسطين. طيب احنا كان من المفترض النهاردة يكون معنا كابتن عفت نصار نجم مصر ونادي الزمالك، لكن للأسف يعني زحمة شوية في الطريق وتأخر، فعندنا كواليس وتفاصيل هامة عن الدوري العام. خلاص الجولة الرابعة انتهت، طبعا النادي الأهلي بس هو الفريق اللي ملعبش كل مبارياته بسبب الدوري الأفريقي، لكن حتى الآن أربع جولات شفنا منافسة قوية في الدوري. بيراميدز في الصدارة بعشر نقاط من أربع لقاءات، يلي فيوتشر بتسع نقاط، المصري برضو تسع نقاط إلى آخر الجدول، والفريق الوحيد حتى الآن في الدوري اللي محققش ولا نقطة هو البنك الأهلي، وده أمر غريب شوية لأن البنك الأهلي واحد من الفرق اللي عملت صفقات كتير وأسماء كتير كبيرة كانت موجودة في البنك الأهلي، لكن للأسف يعني للأسف ما شفناش نتائج وأداء سيء. فبنسبة كبيرة بابا فاسيليو خلاص هيرحل عن البنك الأهلي، وفي كلام على أكتر من مدرب منهم كابتن حسام حسن، في احتمالية كبيرة إن احنا نشوف كابتن حسام حسن مرة تانية في الدوري العام مع البنك الأهلي. الداخلية أيضا واحد من الفرق اللي خلاص غيرت المدرب بتاعها، فاركو طبعا كابتن خالد جلال تولى اول لقاء امام الاسماعيلي وحقق انتصار غالي على الاسماعيلي في اسماعيلية. يعني تفاصيل نادي الزمالك بشكل عام في الدوري، بنشوف ان نادي الزمالك الى حد ما ماشي كويس في الدوري، حقق 8 نقاط من 4 لقاءات. تفاصيل نادي الزمالك واداء نادي الزمالك خلال الفترة الاخيرة في الدوري هنعرفها ونتكلم فيها مع كابتن مصر ونادي الزمالك السابق كابتن سيد عطية. يا كابتن سيد مساء الفل واهلا وسهلا بحضرتك. مساء الفل يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك ويعني شرف لينا وجود حضرتك معانا. لا انا اسعد والله، يعني انا متابع حضرتك ومتابعه جيده لقناه الحدث وبرنامج حضرتك، يعني كل الشرقيه كلها يعني كل الزملكاويه خاصه متابعين لحضرتك استاذ مصطفى. ربنا يعزك كابتن، شرف كبير لينا طبعا. طيب على مستوى نادي الزمالك واداء الفريق الفتره الاخيره مع اوسوريو من نهايه الموسم الماضي وفي الموسم الجديد، شايف ازاي اداء نادي الزمالك الفتره الاخيره مع اوسوريو؟ والله هو الموسم الجديد طبعا مع المجلس الجديد كمان حاجه كويسه جدا جدا، روح جميله طبعا، في تفاؤل مع اوسوريو بمع المجلس الجديد. طبعا كل اللعيبه لما قعدت مع المجلس الجديد، يا جماعه كل واحد ياخد مستحقاته، شيكابالا يعني وكانه لسه ابن العشرين يعود مره اخرى بيتالق وكانه غزال مصر القادم باذن الله، يعني حاجه جميله جدا جدا بدات الروح. ومن خلال حضرتك انا بناشد باذن الله طبعا رحم الله شهداء فلسطين شهداءنا جميعا، باذن الله تكون مباراه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك ليعود مره اخرى روح الود وروح المحبه الى قطبي كره القدم نادي الاهلي ونادي الزمالك. صحيح. طيب على مستوى اداء الفريق الفتره الاخيره، وشفنا يعني اكتر من لقاء نادي الزمالك بيكون متاخر في النتيجه وبيرجع الشوط الثاني يعوض التاخر ده ويقدر انه يفوز في اللقاء، شايف ازاي الاداء فنيا داخل الملعب في الفتره الاخيره لنادي الزمالك؟ الأداء فنيا طبعا الروح عادت لنادي الزمالك، وهو أوسوريو من بداية أوسوريو يعني غير خطط نادي الزمالك بأسلوبه الرائع وفنه الجميل، عاد بروح الفن ومدرسة الفن والهندسة مرة أخرى إلى نادي الزمالك بعودة اللعيبة الكبار مع الصغار، يعني قلب موازين نادي الزمالك وعودة مدرسة الفن والهندسة مرة أخرى بأن لعيب كل لعيب هياخد حقه، ودي حاجة جميلة جدا جدا لإيه عودة الروح مرة أخرى لنادي الزمالك، وزي ما قلت لحضرتك بإذن الله تكتمل، يبقى نادي الزمالك مع النادي الأهلي ليكتمل منتخب مصر ويعود مرة أخرى، فدي حاجة جميلة جدا جدا طبعا.
طيب على مستوى المنافسة في الدوري بعد أربع أسابيع، شايف المنافسة عاملة إزاي سواء على القمة أو صراع الهبوط بعد أربع جولات؟ ما هو على القمة طبعا احنا منتظرين لسه الأهلي طبعا هيعود هيغير مجريات الأمور تماما، عن ما فيش اختلاف طبعا لأن النادي الأهلي مفنش الدوري العامين الماضيين كأول. طبعا بعودة النادي الأهلي مع الزمالك مع بيراميدز هيبقى الدوري، لا الدوري السنة دي بإذن الله هيبقى مختلف جدا جدا. صحيح. وخاصة نادي الزمالك لما راحت عادة الروح مرة أخرى لنادي الزمالك، أعتقد إن الدوري بإذن الله هيشتعل تماما وهيبقى حاجة محترمة جدا جدا أفضل من الأعوام السابقة بإذن الله. صحيح. كابتن مصر أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا. طيب على مستوى الدوري الأفريقي شفنا النهاردة النادي الأهلي كان يعني كانت مباراة قوية والنادي الأهلي صعد بصعوبة لنصف نهائي النسخة الأولى من الدوري الأفريقي. الحديث عن أداء النادي الأهلي خلال هذا اللقاء معانا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام سالم. أستاذ عصام أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أستاذ محمود وأهلا بكل مشاهديك في كل مكان. أهلا وسهلا بحضرتك ويعني شرف كبير وجود حضرتك معانا. لا تحت أمرك. طيب حضرتك شفت إزاي انتخابات نادي الزمالك وخلاص يعني مجلس إدارة جديد بقيادة كابتن حسين لبيب، التحديات اللي هتواجه المجلس الجديد ويعني سواء على مستوى الفريق الأول كرة القدم أو على مستوى النادي بشكل عام؟ والله أنا اختزلت كل هذا الكلام يا أستاذ محمود في مقال سميته بطل القصة. بطل القصة ده مين؟ هو عضو جمعية العمومية في نادي الزمالك باختصار. صحيح. لأن أولا غير الشكل المعتاد، لأن كل مرة كانت أعضاء الجمعية العمومية أو الجمعية العمومية بشكل عام متهمة بأنها يعني أنت عارف ما بتدرس الموقف كويس وبتختار وخلاص أنت عارف بتأدي واجب وبس. المرة دي لا كان في وعي عالي قوي، وعي يتمثل في هذا الإقبال الكبير بعد فنقية العضوية. الحاجة الثانية الاختيار قائمة بالكامل حتى تكون مسؤولة مسؤولية كاملة قدام الجمعية العمومية بعد ذلك عن كل الأهداف أو تحقق أهداف النادي في المرحلة المقبلة. الحاجة الثالثة رفض الميزانية، هذا طبعا ده حاجة جديدة علينا. صحيح. لأن احنا تعودنا في الجامعات العمومية الهتافات الشهيرة ميزانية 100% والكلام اللي انت عارف ولا الناس بتقرأ ولا بتشوف وكده وخلاص وهتافات وبتخلص القصة. لا المرة دي لا، في أكثر من مشهد كان إيجابي زي ما قلت لحضرتك، وأعتقد إن لما تختار القائمة بالكامل دي رسالة للناجحين بأن أنت أمام مسؤولية كبيرة قدام الجمعية العمومية من الآن. ده ساعة العمل زي ما بنقول، وإن المسألة في النهاية كل البرامج الانتخابية اللي عرضها أعضاء القائمة في ندواتهم الانتخابية الآن أصبحت على المحك، وإن كل واحد فيهم مطالب بشده قدام الجامعه العموميه في تحقيق طموحاتها وتحقيق ما وعد به، وخاصه الملفات كثيره ومعقده بشكل غير عادي، ربما اصعب ملفات يمر بها نادي الزمالك العريق. صحيح. يعني حوالي 16 ملف مع ال 12 عضو خلال الفتره القادمه. هو انا دايما كنت بقول كلام مهم يا استاذ محمود، ان الناس دي دخلت الامتحان الانتخابات وهي مذاكره كويس، يعني انت عارف تحس ان كل واحد عند ملفه مذاكر من شهرين من ساعه تشكيل اختيار هذه القائمه، كل واحد خد ملف او تم اختياره بناء على تخصصه ليتولى ملف معين، من ملف التسويق، ملف تنميه الموارد، الملف الاعلامي، الموضوع الفريق الاول للكوره اللي بيواجه مشكله الايقاف، اللي ما عندوش فرصه ان يدعم، ان عنده مشكله فتوح اللي يجب ان يتجدد له، كل صحيح. هذه الملفات في وقت واحد، وكان فعلا هي كلها قنابل موقوته كانت في انتظار هذه اللجنه. لكن يعني من متابعه للموقف انا اكد لك ان هذه المجموعه جاهزه لفك رموز او فك شفره هذه الالغام والوصول بالزمالك ان شاء الله الى بر الامان. صحيح. طيب اتكلمنا انه طبعا القائمه الموحده نجحت بالكامل، هل الامر ده ميزه لمجلس اداره نادي الزمالك انه يكون في تفاهم وترابط بين المجلس؟ يا استاذ محمود انا عايز اقول حاجه صغيره، ال 65 مرشح اللي كانوا مترشحين في الانتخابات كلهم داخلين يخدموا الزمالك. صحيح. وكلهم من ابناء نادي الزمالك وكلهم بيحبوا نادي الزمالك، لكن لما تبقى انت جمعيه عموميه توفق في اختيار مجموعه متناسقه متفاهمه بهذا الشكل، اعتقد برضه تكون اكثر قدره على تحقيق طموحات هذه الجماهير. صحيح. ودخول مثلا يعني انت عارف كان مركز منائب الرئيس بالذات كان هو طبعا انا بقول كنت سميته ام المعارك الانتخابيه المنطقه دي بالذات. صحيح. لان كانت بين المهندس هشام النصر بخبرته الكبيره في ادارته الاتحاد المصري لكره اليد
والمهندس او المحاسب هاني العتال برضه بشعبيته داخل نادي الزمالك دي حقيقه. فكانت المعركه حتى الصندوق الاخير زي ما كما تعلم، وان المهندس هشام نصر كسب هذا المقعد اللي هو مقعد نائب الرئيس بفارق 400 صوت، وده اقل فارق بين اي حد ناجح والمنافس بتاعه. يعني انت بالعكس المراكز الاخرى مثلا الكابتن حسين لبيب فرق 13000 صوت مثلا عن الكابتن فاروق جعفر، الكابتن احمد سليمان اعلى الاصوات، نيره الاحمر ناجحه من اول سنديه. صحيح. كانت المساله فيها اكتساح بشكل عادي، لكن الكل كان مترقب المنصب نائب الرئيس بالتحديد والى اين سيتجه في نهايه المطاف. والجميل في الامر يا استاذ محمود الروح الطيبه اللي ابداها الذين لم يوفقهم الانتخابات. صحيح. يعني ده مهم قوي، لان لما تيجي بعد الانتخابات الساخنه في مقعد نائب الرئيس وتنتهي بان اولا هاني العتالي طلع بيان محترم جدا يشكر فيه الجمعية العموميه وبيشيد بالعمليه الانتخابيه. صحيح. وبيهني المنافس المهندس هشام نصر وبيتمنى للمجلس التوفيق وبيؤكد ان هو على استعداد ل يعني دعم المجلس في المرحله المقبله. هي دي الروح الجديده اللي الزمالك كان محتاجها، لان احنا تعودنا دائما بعد الانتخابات معارك ما بعد الانتخابات، لكن اللي احنا تابعناه لا، المهندس هشام نصر طلع شكرا لاخي الحبيب هاني العتال، وانا بدعو على الهوى لمأدوبة غداء حالة من الحب موجوده طبعا بينهم. لا روح كبيره وكتير كتير، ومعظم اللي لم يوفقوا اعلنوا ان هم فعلا مش يدعموا طبعا مش لا مش هيطعنهم ومش هيشككهم عشان نقدر السفينه تمشي لقدام. لكن الكابتن فاروق جعفر اللي كان بينافس على منصب الرئيس طلع بيان طبعا شكر فيه الجمعيه العموميه، وكنت اتمنى يا استاذ محمود ان يعمل حاجتين في هذا البيان. يعني هو كان البيان ناقص حاجتين. الحاجه الاولانيه هو تهنئه مجلس الاداره بهذا النجاح وتمنياته لهم بالتوفيق، والحاجه الثانيه انه يؤكد انه لن يطعن على الانتخابات عشان نقدر نقفل هذا الملف تماما. صحيح. ما يبقاش انت عارف تحس ان الناس مترقبه، يا ترى لسه في طعن ولا ما فيش، يا ترى الدنيا هتمشي بهدوء ولا ما فيش، يعني انت عارف الاجواء دي كلها. وانا زي ما انا قلت تعبير شهير يا استاذ محمود، قلت انا الاوان ان يتحول نادي الزمالك من صفحه الحوادث الى صفحه الرياضه. صحيح. طيب واحده من القضايا اللي بيتم اثارتها كل فتره قصه نادي القرن الحقيقي، وجهه نظر حضرتك في القصه دي ايه؟ لن يفتح هذا الموضوع مره ثانيه باختصار، لان فيها مضيعه للوقت، دي حقيقه الامر. لان ثبت طبعا يعني خد كتير قوي من الجدل ومن الحوار. صحيح. لكن خلاص اعتمد رسميا بالاتحاد الافريقي، وان البكاء على الامر المسكوب لن يفيد، وان المساله في الاخر انتهت. صح، الزمالك يستحق لقب الاكثر تتويجا في القرن العشرين، لكن اللقب الرسمي اللي طلع من الاتحاد الافريقي ان النادي الاهلي هو نادي القرن. واعتقد الكلام في هذا الموضوع مضيع للوقت. يعني مين نادي القرن الحقيقي؟ الاهلي رسميا. رسميا انا اصلا انا اللي يهمنا رسميا، مش قضيه ان احنا عملنا تسعه اكثر من سبعه. لكن اوكي، لكن اللي طلع رسمي من الاتحاد الافريقي هو الاتحاد المعني والمشرف على اللعبه في الكره. صحيح. في القاره السمراء هو اللي اعتمد الاهلي، فخلاص هنمشي لقدام بقى ونشوف المستقبل ايه بدل ما نقعد نفتش في اوراق الماضي. صحيح. استاذ عصام انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ويعني اتشرفنا بوجود حضرتك معانا، الناقد الرياضي الكبير استاذ عصام سالم. طيب الدوري الافريقي، النادي الاهلي النهارده يعني تاهل بشق الانفس، وسيمبا كان يعني بلغه الكوره كده منافس رخم للنادي الاهلي. طبعا مباراة الذهاب انتهت بالتعادل، لكن أداء النادي الأهلي في مباراة الذهاب كان أفضل كتير جدا من مباراة العودة النهارده على استاد القاهرة. النادي الأهلي كان متأخر في الدقيقة 65 بهدف من سيمبا التنزاني، ويعني أجواء اللقاء كده تحس إنه سيمبا خلاص هيتأهل على النادي الأهلي، لكن بعدها قدر النادي الأهلي إنه يحرز هدف التعادل ويتأهل. وكالعادة الأهلي مهما كان الأداء سيء بيقدر انه يحسم اللقاءات الصعبه، وفي المواقف الصعبه بيظهر شخصيه النادي الاهلي. الاهلي خلاص هيلعب مع صن داونز في نصف نهائي الدوري الافريقي يوم ان شاء الله يوم الاحد 29 اكتوبر الساعه 7 في ملعب صن داونز في جنوب افريقيا. الاهلي هيقابل صن داونز في مباراه الذهاب، ومباراه العوده ان شاء الله الاربع 1/11 على استاد القاهرة. كل التوفيق للنادي الأهلي. وبشكل عام الأهلي وصن داونز اتقابلوا 14 مرة، الأهلي فاز 5 مرات، صن داونز فاز 4 مرات وتعادلوا 5. يعني على مستوى المواجهات المباشرة بين الفريقين الأهلي عنده تفوق شوية على صن داونز، لكن
اسم صن داونز الفتره الاخيره مع الفرق المصريه يعني متعب شويه. بنشوف دايما صن داونز بيبقى من المنافسين اللي يعني بيعمل قلق شويه للاهلي والزمالك او الفرق المصريه، لكن في النهايه يعني النادي الاهلي قادر انه يعدي صن داونز وقادر انه يوصل نهائي النسخه الاولى من الدوري الافريقي، بل يقدر الاهلي انه يحقق البطوله رغم انه البطوله صعوبتها بتكمن في قصه انه انا بلعب الذهاب مثلا، النادي الاهلي هيلعب الذهاب يوم 29 بعدها بثلاث ايام هيلعب في جنوب افريقيا لحد الاربع يرجع يلعب العوده في مصر، فارهاق كبير. وخلاص الاهلي كان بيلعب النهارده الثلاث ومطالب انه يسافر جنوب افريقيا في اقل من اسبوع انه يسافر ويلعب لقاء صن داونز، وبعد كده بعدها بيومين يرجع ويلعب اليوم الثالث مباراه العوده، فارهاق كبير جدا على اللعيبه. ويعني مارسيل كولر بيحاول شويه في قصه الاستشفاء والروتيشن مع اللعيبه، لكن زي ما قلت لكم يعني البطوله صعبه وصعوبتها بتكمن في ان البطوله بتجري ورا بعض، مفيش راحه، مفيش مثلا زي دوري ابطال افريقيا بيبقى فيه مثلا 10 ايام ما بين الذهاب والعوده، فقصه المباريات اللي ورا بعض دي بتعمل قلق شويه. طيب استكمالا للحديث عن النادي الاهلي معانا على التليفون الناقد الرياضي استاذ اسلام محمد. يا استاذ اسلام مساء الفل واهلا وسهلا بيك حبيبي. مساء الفل يا حوده، بحط عليك طبعا ومسا على كل متابعينك، معلش بقى عشان انا بره في الشارع فالصوت هيبقى جوي. طيب على مستوى الدوري الافريقي شفنا النهارده النادي الاهلي اداء الى حد ما يرتقيش للمستوى المطلوب، لكن رغم سوء المستوى قدر النادي الاهلي انه يفوز ويتاهل. رايك في اداء الاهلي اليوم وفي تاهل الاهلي؟ صحيح زي ما انت ما ذكرت كده حوده، الاداء مش افضل حال النهارده، الاهلي كان عنده افضل من كده بكتير يعني. شفنا المباراه الاولى تعادل هدفين لهدفين، المباراه النهارده رغم ان المباراه في استاد القاهره الا ان الاهلي ما قدرش يسجل الهدف وحيد مع سوء كمان مستوى من تقريبا من معظم اللاعبين، يعني انا مش عايز اقول لاعب بالاسم، ولكن الحقيقه النهارده معظم اللاعبين كانوا اوف داي. شفنا فرص كتير بالنسبه للنادي الاهلي بتضيع. كنت سائل مستر كولر امبارح للامانه في المؤتمر الصحفي قبل المباراه عن اهدار العديد من الفرص. صحيح. والراجل قال انا بتكلم مع اللعيبه واتكلمت مع اللعيبه كتير في القصه دي، ولكن شفنا برضه النهارده مسلسل اهدار الفرص مستمر. الحقيقه الاهلي مش هو الاهلي اللي احنا نعرفه الفتره اللي فاتت مع مستر مارسيل كولر. اتمنى وامنيه لازم اقولها يا محمود. اتمنى ان ما يكونش مارسيل كولر تشبع من كم البطولات اللي حصل عليها النادي الاهلي الموسم اللي فات. صحيح. طيب على مستوى القصه اللي كنا بنتكلم فيها قبل المداخله، قصه ان الدوري الافريقي الدنيا مضغوطه قوي، يعني الاهلي هيلعب في جنوب افريقيا الحد الاربع يرجع يلعب في استاد القاهره، القصه دي الاهلي هيتعامل معاها ازاي؟ صحيح، نقطه مهمه الحقيقه بحييك عليها يا محمود انك ذكرتها، واتمنى بس خلاص يعني هو حتى لو الاعلام بدا يتكلم فيها خلاص هو المواعيد اتحطت والجدول نزل وخلاص، يعني اللي زي ما احنا بنقول كده اللي ذاكر يا محمود. واللي هينجح ربنا يكرمه طبعا، ونتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي، ولكن زي ما قلت لك للامانه يعني الاهلي النهارده عليه علامات استفهام كبيره جدا بالنسبه للمواعيد كمان يا محمود، كويس انك انت ذكرتها، لان المواعيد خلي بالك انت هتروح تلعب في بريتوريا، هتلعب كمان لغايه دلوقتي اعتقد ان المباراه هتكون العصر، يعني في المواعيد اللي دايما بيتم اللعب فيها في صن داون. وكمان خلي بالك انت النادي الاهلي كمان تحديدا في جنوب افريقيا النتائج مش احسن حال، يعني تخيل ان النادي الاهلي اخر مباراه امام صن داونز في جنوب افريقيا في ملعب بروتيريا الساعه 3 العصر الاهلي تلقى 5 اهداف. صحيح. اتوقع الاهلي بيحضر بشكل لازم، ولازم يحضر بشكل جيد، المنافس غير المنافس، يعني مش هينفع
ان احنا نقيم سيمبا، مع احترامي لفريق سيمبا والنهارده عملوا جيم كبير جدا، ولكن يا محمود مش هينفع ان انا اقيم سيمبا قصاد سان داونز. لا، فوارق كبيره جدا سواء في سكواد اللاعبين او حتى الخبره الافريقيه لدى نادي سان داونز والمدرب المحنك اللي معاهم. صحيح. اعتقد يا محمود الوضع هيبقى صعب جدا بالنسبه للنادي الاهلي لو الاهلي استمر على المستوى الهزيل، وتسمح لي اقول الهزيل اللي احنا شفناه النهارده، مستوى اعتقد ان هو مش هقول لك 95%، لا، كل جمهور الاهلي مستاء من المستوى اللي هو شافه النهارده، اهدار الفرص. كمان في نقطتين حابب ان انا اكلمك فيهم، ولكن نخلص بس حته المواعيد دي. لا، المواعيد غير مناسبه، السفريه كمان طويله، انت رايح جنوب افريقيا، انت مش رايح تونس ولا المغرب ولا الجزائر، لا ده انت رايح جنوب افريقيا، وبعديها كمان هترجع القاهره، عندك بعدها بيومين عندك مباراه كمان عوده هنا امام فريق قوي جدا. صحيح. وفريق شارك محضر بشكل كويس وهو فريق سان داونز. طيب النقطتين بقى اللي قلت لي عايز اكلمك فيهم. بص يا محمود، انا نقطه يعني انا بالنسبه لي هي علامه استفهام بشكل كبير جدا. النهارده كنت بتكلم مع مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، وتحديدا وجهت له سؤال مباشره عن ان امام عاشور موجود في التدريبات النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، لماذا لا يشارك مع النادي الاهلي ذهابا ايابا رغم ان امام موجود في السكور وموجود في على دكه البدلاء. الحقيقه رد عليا رد انا على المستوى الشخصي تعجبت له جدا، ومش انا بس يعني ما اعتقدش ابدا ان انا اللي تعجبت له فقط، اعتقد جمهور النادي الاهلي وزملاء الصحفيين تعجبوا للرد، ان امام عاشور يا محمود على لسان مارسيل كولر، امام عاشور بينزل تمرينه، ممكن امام اشتكى كمان من الاصابه اللي كانت في قدمه، نزل تمرينه اشتكى وتاني تمرينه قال انا كويس. فمارسيل كولر قال لك امام عاشور حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي يا محمود مش جاهز، لم يتم شفائه. السؤال بس هنا، لماذا اللاعب نزل التدريبات وازاي على دكه بدلاء النادي الاهلي وهو لم يتم شفائه؟ هو ممكن مش عايز يغامر بيه في الفتره دي. قال ان امام عاشور سيتم اعاده الكشف عليه مجددا. هنا لازم اسال الجهاز الطبي، انت فين؟ يعني انتوا فين؟ فين الجهاز الطبي بالنسبه للنادي الاهلي لما يكون لاعب لسه لم يتم شفائه يا محمود؟ والمدير الفني يطلع في المؤتمر الصحفي ويقول ان اللاعب لسه لم يتم شفائه وهنكشف عليه تاني النهارده. اعتقد ان لا، في يعني نقدر نقف هنا عند النقطه دي، ولازم نحط علامه استفهام. دي النقطه الاولى. بالنسبه لنقطه مودست كمان، لما انا كنت اسالك على مودست، لانه يعني لحد دلوقتي لما شفناش منه المنتظر اساسا يعني. صحيح، وهي دي النقطة اللي أنا كلمته فيها، إن مستر مارسيل كولر أنا وجهت له سؤال بالنسبة لمودست، قلت له حضرتك لحد اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها دي، هل مش لاقي ضلتك في مودست؟ قال لي بالنص كده، قال لي اللاعب حتى اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها دي كان غايب وكان راقد بالنص كده يا محمود، كان راقد في السرير لمدة 3 أيام ونزل التمرين معانا إمبارح. وكمان بقى الحاجة اللي أدهشتني أنا أكتر يا محمود، إني لولا كهربا شاور ان هو عايز يغير، اعتقد ان مارسيل كولر ما كانش عمل ولا تغيير النهارده، ودي ايضا علامه الاستفهام رقم 2 النهارده على مارسيل كولر. استاذ اسلام انا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني اتشرفنا بوجودك معانا. طيب احنا يعني باذن الله الدوري هيرجع، هنستكمل مباريات الدوري، طبعا النادي الاهلي مش هيكمل الدوري لحد ما ينتهي من مباريات الدوري الافريقي، فكل التوفيق للاهلي في الدوري الافريقي، وان شاء الله النسخه الاولى تبقى مصريه من خلال النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده، ويعني كان من المفترض يكون معانا كابتن مصر ونادي الزمالك كابتن عفت، لكن للاسف اتاخر في الطريق وما قدرش يكون معانا، ان شاء الله متعوضه في حلقه قادمه. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المشاهدة وحسن المتابعة، بشكر فريق العمل بالكامل، تصبحوا على خير وإلى اللقاء.